حملات تضامنية متتالية تصل ولاية بشار من كل الولايات، وكغيرها من الجمعيات قامت جمعية سواعد الإحسان الوطنية بتنظيم حملة إغاثة للمتضررين من فيضانات ولاية بشار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول المرسلين. أما بعد، الحقيقة بداية بالغ تعازينا وخالص مواساتنا لأهلنا في ولاية بشار جراء الفيضانات والسيول التي أصابتهم، والمثل يقول سلامة رؤوسكم، هذا أهم شيء. الحقيقة جمعية سواعد الإحسان أول ما انتشر خبر الفيضانات والسيول التي اجتاحت الولاية قررت أن ترسل قافلة إغاثية عاجلة، ووقفنا على الأزمة التي يعني أصابت الكثير الحقيقة من البيوت، وتوصلنا إلى الاحتياجات الأساسية التي أهالينا وإخواننا بأمس الحاجة إليها، والمتمثلة في الأغطية، في الأفرشة، في المواد الغذائية العاجلة، بالأخص المنازل دخلتها الأتربة، دخلتها الطين، كثير من الأزقة والشوارع كذلك مليئة بالطين وبالأتربة، فلابد من مواد تنظيف وأدوات للتنظيف حتى يتم إزالة وإزاحة هذه الأتربة من المنازل ومن الأحياء ومن الأزقة. جمعية سواعد الإحسان هذا الأمر يعتبر من أهم أهدافها، وهو التدخل في حالات الطوارئ بالإغاثة العاجلة، وهو عنصر أساسي وهدف من أهداف الجمعية. كذلك من أهدافها ومن رسائلها أنها تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية وفق المتاح، وبهذه المناسبة الدعوة مفتوحة للتجار وللشركات وللمؤسسات الاقتصادية والتجارية أن تمد يد العون لأهلنا وإخواننا هنا في الولاية، ولاية بشار، حتى نرفع الغبن عنهم، ونكون قد أدينا جميعا مع بعضنا البعض روح التضامن والتكاتف والانسجام والتعاون فيما بيننا. نعم.